شقيانة طول عمرها وبتجري على قوتها، شمس وولادها نجوم دايرين في ملكوتها. سابها اللي خلفهم وساب لها أربعة، لا جت في يوم اشتكت ولا تسمع صوتها. صباح الفل يا أم محمد. صباح النور يا حبيبتي. ازيك؟ الحمد لله. إن شاء الله صباحك يبقى زي الفل النهارده. يا رب احنا وانتي حبيبتي. دي عربيتك يا أم حمزة؟ أيوه. أنتِ بقالك كام سنة واقفة هنا؟ بقالي حبة كبيرة أوي. بقالي فترة طويلة، يعني أكتر من 4 سنين. 4 سنين في نفس المكان؟ في نفس المكان. والناس لما شافوكي إن أنتي واقفة على العربية أول مرة وأنتي واحدة ست استغربوكي ولا حبوكي؟ لا، في الأول وقفوا جنبي كلهم، بس فعلا كانوا مستغربين إن إزاي ست بتنزل هي وبناتها تشتغل على العربية. أنتي عندك بنات؟ عندي بنات. كم بنت؟ عندي بنتين. أنا عندي 4 أولاد، بس معايا بنتين وولدين. ما شاء الله، الله أكبر. يخليك يا رب. بنات كبيرة؟ بنت في طب وتانية في اعلام. انت اللي زقتيهم يا محمد؟ طبعا. ايوه. ليه كان مهم بالنسبه لك الاعلام قوي كده؟ ان انا كان نفسي اكمل بقيت اعلامي، يعني بقى ان انا اطلع حاجه زي كده. انت كملتي لحد ايه؟ لا، انا خدت يا دوبك كده حاجه زي دبلوم زمان كده وبس. دبلوم بس، يعني تعرفي تقري وتكتبي وكل حاجه؟ طبعا. ايوه. طب دول البنات مين الصبيان؟ عندي احمد، هو اللي واقف معايا دلوقتي بيساعدني في كل حاجه. عنده كام سنه؟ عنده 15 سنه. 15. وعندك حمزه؟ انت ام حمزه. وعندي حمزه. حمزه عنده كام سنه؟ لا، حمزه عنده 10 سنين. والبنت اللي دخلت اعلام هي اللي كانت عايزه تخش اعلام؟ لكن بتاعه الطب دي لا، ما كانتش عايزه تخش طب، كانت عايزه تخش اعلام برضو. الله. بس انا سيطرت عليها. يعني اللي كان عايز يطلع كاتب ولا مذيع ولا صحفي خليتيه دكتور؟ معقوله يا ربي؟ ايوه. وقالت لك ماشي اوكي؟ امال اطفال فاصليني، بس انا ضغط عليها برضه. ليه الطب حلو؟ هقول لك على حاجه، كل واحد يعني انا كان في حلم في حياتي ان انا اطلع مثلا ايه؟ يعني زمان كنا بنتفرج على الحاجات القديمه الحلوه دي، اقول يا انا نفسي ابقى مذيعه، يا انا نفسي ابقى مخرجه عشان اعمل حاجه تكسر الدنيا ومش عارفه ايه وكده. ولقيت يعني ايه اعلى حاجه ايه في الاعلام؟ الطب. دي بتوصلك لدرجه ان انت كده حسيتي ان انت نجحتي، فحاسه ان انا يعني حققت احلامي كلها كده. طب انت دخلتي بنت طب والتانيه اعلام، والولد بقى احمد عايزه ادخله سياحه وفنادق. عايز تدخليه سياحه؟ لان انت منشنه على كليات القمه صح؟ اللي هو عندكم ايه اصناف تانيه عندكم ايه؟ لا، هو بيحب الاكل، فهو عايز الله شيف كبير. عايز يبقى شيف. شيف كبير. حلو ده. بيحب الاكل لان هو بيتحسر قوي في الاكل بتاعي، فمعظم الاكل هو برضه بيساعدني فيه فعلا. وطعم الاكل بتاعه بيبقى جميل ما شاء الله. ما حلو ده، شاف ده. احب الحاجه اللي فيها شغف كده لحد غويها. ايوه. فانا حابه ان هم اي حد عايز يعني اللي هو عايز يطلعوا بيه، بس المهم ان هو يكون له هدف في حياته بيشتغل. قيمه العمل مهمه. مش ان هو قاعد في البيت، لا لازم نسعى كده ونبقى فيه حاجه مهمه في حياتنا. طبعا. مش نبقى كده يعني، انا عندي ندى بتشتغل معايا، هبه بتشتغل، كل يوم واحد فيهم بيشتغل معايا يوم. اصحابهم عارفين ان هم بيقفوا على عربيه الحواوشي والحاجات دي؟ ايوه. في الاول ما كنتش انا معروفه قوي، فاول ما طبعا في شويه تنمر لما عرفوا ان انا امهم ام حمزه، وبعد كده خلاص بقى الوضع طبيعي. ممكن يجيبوهم هنا؟ بعد كده، بعد ما اتعرفت بقى ان انا ان امهم ام حمزه، كانوا هم عارفين ان انا كل اول جزاره وبعد كده بتاعت حواوشي. انت كنت جزاره؟ لا. ايوه كنت جزاره. جزاره بالفعل بتذبحي يعني؟ كل حاجه. بسم الله الله اكبر. كله توظيف وكله. ايه اللي علمك المهنه دي؟ اهل جوزي كانوا جزارين وانا دخلت معاهم. اهل جوزك كانوا جزارين؟ لان هو كان جزار وانا دخلت في المهنه معاهم. طب الصنعه دي اللي هي الروح اللي في ايدك دي، وبعدين تذبح وبعدين تاكل 50 نفر بعد كده؟ حللها. طبعا. علمتك ايه دي؟ علمتني إيه؟ كل حاجه. تعلمتي اول حاجه علمتني القوة. قوة قلبك. طبعا. طب بقول لك ايه، ولادك بقى بيقفوا، قلتي لي بيقفوا يساعدوكي هنا. قلتي لي احمد ذو حلو في الاكل. في الاكل. ده خطير في الاكل. وانت مقسمه الايام على البنات واحمد؟ كل يوم واحد بينزل شكل معايا فيه، بس احمد له مهمه كبيره، بينزل يفرش. بيفرش الصبح.
بينزل عشان يشيل الانابيب ويفرش العربيه، لان هو طبعا راجل. ف قبل المدرسه بقى؟ لان احنا بنفرش يعني، بنفرش الصبح ويروح المدرسه، ولما بيرجع بيعدي عليا لو عايزه منه حاجه بيجيبها لي، مش عايزه بيروح الدروس بتاعته او بيروح البيت. لكن بتبقى متواجده معايا بقى طول النهار هبه او ندى، حسب اليوم. حسب اليوم. طب احنا ينفع نقابل هبه او ندى هنا؟ الست الدكتوره او الست الاعلاميه نقابلها؟ ايوه. طب والنبي ندعيهم لي يا ام حمزه. اهلا وسهلا يا ست الستات. اهلا بحضرتك. انت هبه ولا ندى؟ انا هبه. انت بتاعت الطب ولا بتاعت الاعلام؟ لا طب. انت بتاعت الطب؟ اه. انت اللي اتغصبتي عشان تاخدي اصعب كليه في مصر؟ ايوه انا. انت مجموعك كان كام؟ 99.9. كنت بتذاكري كام ساعه يا هبه عشان تجيبي مجموع عالي كده في الثانويه؟ لا هو انت ممكن تقولي ما بذاكرش كام ساعه. الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله انا وصلت اصلا للمرحله دي. طب وانا في الطب بتذاكري برضه كتير؟ طبعا، بس عارفه يعني ممكن تكون المذاكره مهاوده شويه. انت في سنه كام دلوقتي؟ انا في سنه خمسه. في خمسه؟ طب هانت. خلينا بقى في الحاجات المهمه روحانيا. الست والدتك دي اللي قايمه بالقصه دي كلها، احساسك من ناحيتها ايه؟ عارفه اللي هو حاجه على طول بتديكي طاقه ايجابيه كده على طول وقوه. يعني حاجه ما عندهاش لا ما ينفعش او لا مستحيل او لا ما يصحش، يعني تنزل تشتغل ننزل معاها ما فيش اي مشكله. انتوا مقسمين ايام الاسبوع معاها؟ صحابك في كليه الطب يعرفوا ان انت بتقفي على عربيه حواوشي؟ انا عندي صحاب كتير، في منهم متقبل وعادي جدا ومفيش اي مشكله. في تنمر بقى؟ في طبعا. في تنمر بقى؟ اللي هو ايه ده انت مامتك بتبيع حواوشي في الشارع؟ بتعملي ايه بقى للي يقول لك كده؟ بقى بضحك وبمشي. يا ما دي حاجه ما بتكسفنيش او ما بتضايقنيش، بالعكس ده انا بكون فرحانه، فاهمه؟ لما حد يجي يقول لي انت مامتك بتاعت الحواوشي اقول لهم وبعزمهم كمان يعني تعالوا كلوا مش عارفه ايه. لكن بيجي بقى يقولها ايه كاسلوب تنمر او كاسلوب استهزاء ما برد. رايك ان الست والدتك ب100 راجل؟ بمليون راجل. ايوه يعني ست تعمل كل ده ما تبقاش بمليون راجل، يعني تبقى كل حاجه، فاهمه؟ الاسره والبيت وكله والصديق والام كل حاجه. طب انا عايزاكم بقى تشغلوا العربيه دي، نفسي ادوق بقى ساندوتش، اعرف فعلا الاكل ده يعني الناس ظريفه وبس ولا في شيء بقى؟ الاكل بتاعنا حلو كمان. فعلا طبعا، ما كنتش بقيت ملكه الحواوش. ملكه الحواوش؟ انت ست رائعه، انت ملكه رود الفرج كله. فرجيني فرجيني. يلا ارجوك. رود الفرج حي شعبي قديم من أهم أحياء شمال القاهرة، كان زمان مركز للمسارح، ومنه انطلق فنانين استعراضيين كتير ومطربين كبار زي الفنانة نعيم عاكف اللي اشتغلت فرقة الكحلاوي على واحد من المسارح هنا في المنطقة، واستقر فيها بعد كده سيرك عاكف، ومكانه دلوقتي عمارة كبيرة قريبة من جامع سيدي الحلية. وهنا كمان كان سوق الخضار والفاكهة الأساسي اللي كانت ليه شهرة كبيرة كمركز تجمع في جميع أنحاء الجمهورية قبل ما السوق يتنقل لسوق العبور. من الأفلام اللي اتصورت هنا في سوق الخضار فيلم سلام يا صاحبي، فيلم الفتوة لفريد شوقي وزكي رستو اللي كان متاخد من قصة حقيقية لواحد من التجار والمعلمين اللي جا من الصعيد عامل أجري بسيط وبقى من المعلمين الكبار قوي اللي بيتحكموا في السوق كله. رود الفرج تاريخ كبير شاهد على فترة عظيمة من تاريخ القاهرة. ايه بقى حكايه ملكه الحواوشي دي؟ ليه بقى؟ عشان الطعم والخلطه. طعم والخلطه؟ تحطي فيه ايه بقى؟ لا ده سر المهنه بقى. سر المهنه؟ اقولها لك كده يعني؟ لا ما تقوليليش ما تقوليليش. طب قولي لي بس الحواوشي ده اصلا بيتحط فيه ايه؟ من باب العلم بالشيء بس. بيتحط فيه لحمه. لحمه وبصل ده اللي نعرفه. والتوابل بقى. لحمه وبصل وتوابل. انا بنزل اجيب التوابل بتاعتي من التربيعه. من التربيعه في الازهر يعني؟ وبطحنها وبحطها فيه. كله على بعضه؟ تحطي كله على بعضه؟ طبعا. ايوه. وتحطي بقى على الخلطه الكبيره، مش في كل سندوتش. لا 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 لا، على اللحمه يعني. انا عندي المكنه بتاعتي فوق وبفرم عليها، بنزل اجيب اللحمه من المطبخ. يعني بتجيبي اللحمه صحيحه مش ما تفرميهاش هناك؟ لا 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 لا، بفرمها في البيت عندي فوق. مهنتك كجزاره ساعدتك في المهنه بقى بتاعت الحواوشي؟ طبعا.
اتاحت لي الفرصه ان انا اعمل حواوشي. تفرمي بقى بالكبه الكهرباء دي ولا باللي كده؟ لا 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 لا، ولا بدي ولا بدي، مفرمه مفرمه جزار. ليه بتحطي اللحمه من هنا هتخرج لكم الناحيه الثانيه كده ازاي؟ بموتور ولا كبيره؟ بموتور. ايوه زي أيوة اللي في محلات أيوة الجزارين بالظبط. ايوه اللي هي الومنيوم كده وتلاقي اللحمه. ايوه افتكرتها. أيوة عندي العده بتاعتي بتاعت الجزار كلها. وتفرمي فيها؟ بفرم. وتحطي بقى البصل جوه ويطلع مفروم ولا؟ بعمل الخلطه كلها واحطها وتنزل بقى، من تحطي اللحمه تنزل المطبخ مفروم. وبعد كده تعملي فيها تاني ولا تنزل بقى هي مع نفسها؟ لا لا لا، بعد كده بتبلها واخدها فرمه كمان، وبعد كده اخدها جاهزه احطها في الثلاجه وبعدين افرم بقى احشي فيها على طول. طب زمان كانوا لما نشتري رغيف الحواوشي كانوا بيحطوه في ورق اللحمه ده. الابيض ده. ده الورق اللحمه. ده الورق الزبده. هو ده اللي بتحطي فيه لسه ساندوتش. ده الورق الزبده اللي انا لسه بحط فيه لحد دلوقتي. ما ماشيه برضه على الطريقه القديمه، مش العلب، في بقى علب طلعت ومش عارفه ايه. والفويلات وبتاع ما هو الفويل موجود، بس لا لازم احط في الورق ده. لازم تحطي في ورق اللحمه. احط في ورق اللحمه بيديله طعم تاني. بيطلعه احلى 100 مره. طبعا بكثير قوي، وبيحافظ على الرغيف ويخليه طالع شكله كويس. طب وسعادتك دورك ايه بقى في اليوم اللي انت بتقفي فيه؟ بتعملي ايه؟ هو بساعدها في الحاجه في البيت، يعني بعمل الطواجن او بساعدها في الفرمه وبنزل اقف معاها شويه. ايه طواجن؟ مش حاجه. ايه ده، ماما عندها طواجن؟ بعمل طواجن. يعني انا فاكره حواوشي بس. لا لا، طواجن. ايه بقى الطواجن؟ ايه بقى؟ طواجن بصل، طواجن عصفور، طواجن باميه. باميه ولسان عصفور. ايه الحلاوه؟ انا بعمل طواجن، هو طواجن وحواوشي بس. فالانسان يجي ياكل بقى رغيف، يا غمس في باميه، ياكل اكل يا كامل يعني. وتبيع الرغيف بكام مثلا يا محمد؟ ببيع الرغيف ب 15 وب 20. الرغيف على بعضه النصين. يختلف ايه ابو 15 من ابو 20؟ ده بيبقى كبير شويه وده بيبقى صغير. حجم بس. بس. لكن نفس. لا، وبعمل بحاجات تانية، بالبسطرمه، بالفراخ، بالجبنه، بالسجق. ثانيه واحده، الحواوشي بالفراخ؟ صدور الفراخ مقطعها بسيطه قوي كده، تبقى رؤيه كده. ده دي اللي اخترعت لي الحاجات دي. انا كنت بعمله ساده مثلا، بس يعني يوم ما احط فيه حاجه بحط فيه فلفل. مين اللي اخترع لك بقى بالفراخ؟ انت بتاعت الفراخ؟ واخترعت بالجبنه، اخترعت بالبسطرمه. بالبسطرمه ده اكيد حلو على فكره. وبالسجق. اخترعت لي بقى كذا حاجه، كل لما كل شويه تخترع لي حاجه فبعملها، فبتعجب الناس اكتر. والناس حباها. والناس حباها جدا. سجق بالجبنه اكيد حلو قوي. جدا. انتوا جوعتوني، ما في، مش هتاكلوني عندكم ولا ايه؟ عايزه. ده كده من الاول ما بيتعمل خالص. هوريكي بقى هو بيتهو. يقعد في الفرن قد ايه؟ يقعد 10 دقائق في الفرن. 10 دقائق. طب اسمعي، الزبون لما بيجي انت بتعديه ال 10 دقائق ولا بيبقى فيه حاجات جاهزه؟ لا، انا شغاله على طول. بتشتغلي كام ساعة في اليوم يا محمد؟ بنزل من الساعة 2 لحد الساعة 1 بالليل. من الساعة 2 للساعة 1 بالليل. مش تعب عليكي؟ مش يوم طويل قوي ده يا محمد؟ لا، ما انا بصحى برضه من الساعة 7 اروح المطبخ. انتي بتجيلي اللحمة يوميا؟ طب ما تقعدي يومين في التلاجة يجرالها ايه؟ لا لا لا، انا بحب اجيب حاجتي صافة كده وافرمها وتبقى كل يوم الصبح؟ كل يوم الصبح، ما عدا الحد والاثنين بس. حد واثنين. لان المطبخ بيبقى قافل الحد والاثنين. جيرانك في رود الفرج هنا بيعاملوكي ازاي بقى؟ انت ساكنه قريب صح؟ ساكنه جنب الشغل هنا، عشان بروح الحاجه دي كل يوم بلمها وارجعها. مين بيشيل لك الحاجه دي يا ام محمد؟ ولادي. لا، دي بنحطها جنب دي، دي العربية بقى الحاجه دي كلها بتتبذر من جوه. وبتاعها في خطا ولا حاجه بتحطيها عليها؟ لكن الانابيب والحاجات دي كلها بلمها واروحها البيت. لكن هنا الجيران كويسين قوي. الجيران كويسين. واقفين زي ما انت شايفه كده، واقفين معانا. يعني برضه. طب والزباين؟ زبونه مثلا، في زباين دمها تقيل، زباين دمها خفيف. طبعا وفي مواقف بايخه كتير قوي بتحصل عشان انت واقفه في شارع. اتعلمتي ايه من الشارع يا ماما؟ اتعلمت الصبر، وتعلمت ان انا يعني لازم يعني لازم اخلي اللي قدامي يعملني المعامله اللي انا عايزاها. بالظرف بقى ولا بالقوه؟ لا لا لا، ساعات بالقوه وساعات بالذوق وساعات بالادب. ولما البنات الحلوه دي تبقى واقفه بيجي لك اشكال كده مش عايزه تشتري بس واقفه كده طلبت؟ طبعا كتير قوي، بس هم برضه بيعرفوا يتعاملوا معاهم. طب ليه في الطبقه العامله كتير قوي لما بروح اسجل مع ستات في الشارع تقول لي اصل جوزي تعبان، اصل جوزي سابنا وما رجعش؟ اشمعنى في الطبقات دي كتير؟ مش عايزه اظلم ان في كده وفي كده، بس حسب الثقافات. حسب الثقافات. هقول لك على حاجه، يعني ممكن هي يعني انا بدل ما اشتكي او ان انا مثلا احتاج لده واحتاج لده واحتاج لده، ما انزل اشتغل. طبعا انزل اشتغل، ابقى حاجه يعني حاجه منتجه. طب بقول لك ايه، احنا العاده بتاعتنا في البرنامج معانا فنان اسمه عبد الله، دايما بيعمل بورتريهات حلوه قوي، فهو رسم. ده البورتريه.
عشان تفتكرينا بيه. عشان تفتكرينا بيه. دي حاجة جميلة قوي. حاجة حلوة؟ اه حاجة حلوة جدا. طيب الحواوشي؟ الحواوشي؟ أنا هعلقها هنا على العربية بتاعتي. أنا همسكها لك لحد ما تجيبي لي الحواوشي. هنشوف هنعلقها فين. ده أحسن تكريم جاني السنة دي. الاسم هو الصفة. الاتنين أمل في الله. وما خابش عبد اتكل من قلبه على مولاه. دي قصدة باب الكريم، واللي قصد سيده الدنيا ما بتبقاش في قلبه، دي بتبقى في ايده. بنتين في الكليات، الأولى هي في إعلام والتانية دخلت طب، والسر كلمة يا رب.